اخواتي ازيكم؟ النهاردة موعدنا مع حلقة جديدة من المتعة والكتالات الاسطورية مع بطلنا تانجيرو، واكيد يعني مش محتاج اقولك قبل ما نعمل اي حاجة اللايك المتين بتاعك والاشتراك بتاعك في القناة طبعا، وتشارك الفيديو مع اصحابك في اي منصة بتشوفنا عليها دلوقتي سواء كان الفيسبوك او اليوتيوب، واهم حاجة قبل ما نبدأ تصلي معايا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في المرة اللي فاتت كنا شفنا تانجيرو بعد ما وصل هو وزينيتسو لارض تدريب هاشرة السخور واللي رماهم في النهر وقال لهم الراجل هو اللي مش هيغرق منكم النهارده. طبعا تانجيرو قال عيب عليك، انت بتكلم واحد صياد شياطين بيقتل شياطين الاقمار العليا بكل سهوله. المهم بطلنا تانجيرو اللي هيموتنا من الضحك بيلاقي المايه بتاعه النهر متجمده، والواد زينيتسو بيقول له وحياه امك تخرجني من هنا لاني ما بعرفش اعوم، بس تانجيرو بيقول له يا اسطى ما تقلقش سيب نفسك خالص والمايه ترفعك. زينيتسو بيقول له يخرب بيتك ما انا متاكد انها ترفعني فعلا بس للي خلقني. بعد معاناه وعذاب داخل النهر تانجيرو نجح في التدريب وانتقل لتدريب رفع الخشب واللي الحمد لله خلصوا بسهولة، ولكن التدريب اللي بعده واللي هو تدريب الصخر بطلنا تانجيرو بيفشل فشل ذريع فيه رغم كل المحاولات والحركات اللي جربها، وقبل ما يأس بخطوتين بيقابل غيانا اللي بيعرفوا سر تحريك الصخرة وهي الحركة المستمرة بسرعة كبيرة. وبالفعل بطلنا تانجيرو بينجح في تحريك الصخرة لخطوات معدودة ووسط ذهول اصحابه زينيتسو ونوزوكي اللي بيتفرجوا عليه. فهل تانجيرو هينجح في تحريك الصخرة في المدينة كلها ولا هينتهي الاختبار ولا ايه اللي هيحصل معايا؟ بنشوف تانجيرو اللي بيقول ان مع كل اللي عمله الا انه مش كفاية، لانه لو ارتاح ولو ثانية واحدة فهو يفقد كل تركيزه ومش هيقدر يحرك صخر تاني، وبيقرر انه يستخدم ايده ورجله في دفع الصخرة، وبعدها بيشتعل انوزوكي من الحماس بسبب تانجيرو وبيبدا في تحريك الصخرة هو كمان. اما انوزوكي فبيبكي في ركن بعيده عن الصخرة لان هو الوحيد اللي ما قدرش يحركها من مكانها، بس بيقاطع بكاءه المأساوي رسالة بتوصله. في الوقت ده بيكون تانجيرو مش قادر ياخد نفسه على وشك الموت، بس الحمد لله بيكون حرك الصخرة في المدينة كلها، وبكده يكون تانجيرو انهى تدريب هشر الصخر. ولكن برضه تانجيرو بيشعر بالالم والجفاف بسبب المجهود الضخم اللي بذله، وبيحاول ينادي على اقرب الناس ليه علشان ينقذوه اللي هم انوزوكي وزينيتسو. ومع تعرق تانجيرو الشديد وفقدانه للماء بيكون على وشك الموت من الجفاف، ولكن المنقذ بيكون هشر الصخر اللي بيرمي الميه على تانجيرو، وتانجيرو بيقول له وحياة امك تنقذني هموت بسبب تدريباتك. بس هشر الصخر بيردد كلام غريب كده، فتانجيرو بيقول له انت بتقول يا عم انت وانا مت ومش واخد بالي ولا ايه؟ وفجاه بعد ما تانجيرو بيشرب الميه بيقوم وبيشكر هاشر الصخر، بس هاشر الصخر ما بيسمعلوش ولا كلمه وبيكمل صب في الميه عليه. وبيعرف تانجيرو انه بكده انهى تدريب الصخر، ده غير انه عمل التصرف الصحيح في القريه، وعلشان كده انا بعترف بيك يا تانجيرو. فتانجيرو اللي مش عارف يغرق ويموت بسبب الميه ولا يرجع يموت من الجفاف بيقول بس كفايه ميه، قريه ايه بقى اللي انت بتتكلم عنها دي؟ فهاشر الصخر بيقول له انه انقذ المدنيين في قريه السيوف وقدمهم على انقاذ اخته. فتانجيرو بيكون لسه يقول له اختي اهم منهم طبعا وكده، بس هاشر الصخر ما بيدوش اي فرصه بيقول له ما تتحركش لانك سياف حقيقي ولازم تكون فخور ومفيش منك اتنين. بس برضه تانجيرو بيعرف ان اخته هي اللي اختارت ان ينقذ القريه اولا مش هو خالص لانه كان واقع بين نارين. وبيفكر هاشر الصخر ان الاطفال انانيين وضعفاء وبيكذبوا بسرعه وعبته مش عارفين حاجه، ولكن تانجيرو مختلف عنهم وعكسهم تماما. تانجيرو بيقول انا عاوز اختار الطريق الصح دايما ولكن مش عارف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، وفي كل مره بيجي شخص وبيساعدني ومبقتش اخد القرارات المهمه بنفسي، علشان كده يا ريت ما تعترفش بيا لاني ممكن اخيب ظنك. وفي النهايه احب اشكرك على التدريبات اللي اتعلمت منها حاجات كتيره جدا. فهشر الصخر بيقول له كده انا خلاص زال شكوكي عنك وانا اعترف بيك يا تانجيرو مهما كان الوضع ومهما قال الناس عنك. فتانجيرو المغفل ما بيعديش اللحظه الشعريه دي بالسهل وبيساله عن السبب. فهشر الصخر بيعرفه انه من فتره كبيره كان بيربي مجموعه من الاطفال الايتام في المعبد، ومع انه ما كانش بينهم اي صله قرابه لانهم كانوا قريبين منه جدا وكان عاوز يعيش معاهم في الوضع ده للابد. ولكن في احدى الليالي المظلمه في واحد من الاطفال خالف قوانين المعبد وما رجعش قبل غروب الشمس، ومن حظه المشؤوم صادف شيطان والطفل ده علشان ينقذ نفسه وقرر يبيع حشر الصخر وباقي الاطفال ويخونهم. وبما ان المنطقه بتاعه المعبد كانت خطيره جدا ومليانه بالشياطين، وساعتها كان بيشعل بخور الازهار في كل مكان اللي بيبعد الشياطين، والطفل الجاحد ده طفى كل البخور ودعا الشياطين للمعبد كانه بيقدمهم ليهم على طبق من ذهب، وبسببه ففي اربع اطفال اتقتلوا مره واحده. وهشر الصخر بذل كل جهده علشان يحمي الأربعة التانيين، ولكن في ثلاثة منهم ما سمعوش تعليماته. في الوقت ده ما كانش بياكل بشكل كويس وكان ضعيف وبدون أي قوة ده غير إن صوته كان واطي لدرجة إنه ما قدرش يصرخ ويطلب المساعدة. وفوق كل ده شخص أعمى وضعيف زيي مش هيكون منه رجع، وده اللي الأطفال كانوا بيفكروا فيه غالبا. وتانجيرو الحمد لله بيسيب القصة اللي تخليك تعيط ويتفاجئ إن هشر الصخر أعمى، وبيك
كامل الهشرة بنعرف منه ان الوحيدة اللي سمعت كلامه كانت اصغر طفلة واللي غالبا ما قدرتش تتحرك من الخوف واستخبت وراه، وفي النهاية الشيطان مزق حناجر الاطفال اللي هربوا كلهم، ورغم كل ده قتلت علشان احمي الطفلة الصغيرة دي باي تمن، وان ضرب مخلوق حي بالنسبة له كان شيء مثير للاشمئزاز جدا، ودي كانت اول مرة يستخدم فيها قبضته علشان يضرب مخلوق في حياته كان بيمتلك قوة مرعبة، ولولا ان الشيطان هاجمه كان يعيش حياته كلها مفكر نفسه ضعيف بدون حول ولا قوة، بس الحمد لله ضرب راس الشيطان الى ما لا النهاية لحد طلوع الشمس، مع ان خسرت حاجات كتيرة وكنت مجروح ولكني نجحت في حماية الطفلة الصغيرة، والصدمة لما جت المساعدة الطفلة الصغيرة قالت ان انا مجرد وحش وان انا اللي قتلت الجميع، وتانجيرو ما بيقدرش يتخيل شعور هاشر الصخر بعد كل التضحيات اللي عملها، فالهاشر بيقول له انه كان موقف مخيف جدا لان الطفلة كانت صغيرة ومن الصدمة ما قدرتش تفرق بين اللي حصل، ومع اني كنت بتمنى ان الطفلة تكون سعيدة لاني انقذها او تقول لي شكرا حتى، ولكنها ما فكرتش غير في نفسها، ده غير ان جثث الشياطين كانت تحولت لرماد واختفت وتم اعتقالي بتهمة القتل، ولولا تدخل الزعيم كان هيتم اعدامي، وقتها بقى عندي مشاعر الشك وعدم الثقة بالذات في الاطفال، وطبعا انا شكيت فيك من البداية، ولكن في اللحظة اللي تتزنق فيها في الزاوية ربنا ما يجيب زنقات يعني هتظهر على حقيقتك، وبيقول له في الحقيقة تانجيرو انت مهربتش وبقيت صادق للنهاية، وده ممكن يكون شيء بسيط بالنسبة لك، ولكن ده شيء بيعجز عدد كبير من الناس عن فعله، وده اللي يخليك مميز يا تانجيرو، وانا بقول لك ده بعد ما شفت عدد كبير من الناس بين قلبي، وده للاسف لاني اعمى. المهم بيكمل وبيقول ان مفيش حد بيدنا مستقبله علشان يبقى فاهم يا تانجيرو، ولكن هكون جنبك واساعدك علشان ما تنجرفش ورا الطريق الخاطئ في حياتك. وفي تلك اللحظه بتنتهي شلالات الدموع من عين تانجيرو، بيقول للهشره انه هيبذل كل جهده في مساعده الابرياء والمدنيين، ولما تانجيرو بيشكره الهشره بينزل على الارض وبيحط ايده على دماغ تانجيرو وبيطبطب عليه، فتانجيرو بيتوقف عن البكاء لوهله وبيبدا في الابتسام بكل براءه، اما الهشره فبيفتكر ذكرياته وبيحس بالحنين للماضي، وبعدها بيعلن لتانجيرو انه انهى تدريباته وانه افضل تلميذ لحد اللحظه دي. ومع مرور الوقت بنشوف غينا اللي بيكون قاعد بياكل، ومره واحده بيقول لهم ان هاشر الصخر جدع وطيب جدا، وده طبعا على الرغم من انه رفض ان يكون خليفته بعد انتهاء المرحله الاولى من التدريبات لاني بدون موهبه، بس لما عرف اني كنت باكل الشياطين وافق اني اكون تلميذ ليه، وعرفني على هاشر الحشرات علشان تشوف حالتي الصحيه. فتانجيرو بيقول له ولع معاك يا عم اهو. غينا بيكمل صياحه وبيقول له ان هاشر الحشرات اول ما بتشوفه بتبص له بقرف كده وبتكون مش طايقاه وبتفضل تشتمه، وبيقول لتانجيرو واضح ان انت كمان يا تانجيرو تعرضت للتنمر منها، ولكن سبحان الله ما شفتكش بتصيح بسببها من ساعه معرفتك. تانجيرو بيقول له اصيح ازاي من البسكوته دي، وبعدين كان ممكن تتنمر عليا ازيك لو ما كنتش بعرف استخدم مهارات التنفس. وعلشان الواد غينا ما عيطش تانجيرو بيقول له هتلاقيها كانت بتزعق لك لانها خايفه عليك يا عم غينا، وغير كده انت اكلت الشياطين يعني عملت جريمه توديك في 60 داهيه مش حاجه بسيطه. تانجيرو بيغير الموضوع وبيقول له انا هروح لهشره الماء بعد ما اخلص الاكل هتيجي معايا والله هتفضل هنا. فغينا بيقول له روح ربنا معاك انا لسه ما حركتش الصخره في المدينه. انوزكي بيقول له زي العبيط وانا كمان قربت اخلص. غينا بيقول له يا اسطى انا ما بعرفش استخدم مهارات التنفس زيكم يعني. انوزكي بيضحك عليه وبيقول له واضح كده انك عيل ضعيف ومالكش اي لازمه. غينا بقى بيقوم يلعب مع انوزكي جوله، وبعد ما بيديله العلقه التمام بيرجع يقعد مكانه مع تانجيرو. تانجيرو بيساله عن اخوه هاشره الرياح، بس غينا مش بيرد عليه. ومع مرور الوقت تانجيرو بيروح عند الصخره علشان يطمن على زينيتسو وبيساله لو نجح في تحريك الصخره من مكانها. زينيتسو بيقول له بكل جديه انه لسه ما حركش اي حاجه. تانجيرو بيقول له حبيت اعرفك بس اني رايح لتدريب اللي بعد ده، وجيت اشوفك لانك ما بتتكلمش ولا بتصيح كالعاده وشكلك مش كويس. زينيتسو بيقول له باختصار سريع انه يروح للتمرين براحته لانه مش هيكون فاضي يروح معاه بعد ما ادرك انه في حاجات مهمه لازم يعملها. في اللحظه دي تانجيرو بيقل اكتر وبيساله لو يقدر يساعده باي طريقه ممكنه. زينيتسو بيقول له بالله عليك شوف انت هتعمل ايه وسيبني لوحدي. تانجيرو اللي عاوز يساعده باي طريقه ممكنه بيتوتر وبيكون مش عارف يعمل معاه ايه، ولما زينيتسو بيلاحظ شده قلقه بيقول له انت شخص لطيف جدا يا تانجيرو وبيشكره على اهتمامه، ولكن رغم كل ده لازم اخلص الحاجات المهمه اللي عليا، وشكلنا كده هنشوف تطور زينيتسو ومرحله جديده من العظمه. بعدها بنشوف تانجيرو هو ماشي في طريقه لهشر الماء وبيكون بيفكر في زينيتسو ونيزوكي بعد ما سابهم لوحدهم، وبالاخص نيزوكو اخته اللي بعيده عنه بقى لها فتره طويله، واكيد زمانها دلوقتي حاسه بالوحده من غيره. وبيوصل اخيرا لمكان الهشره، بس بما ان المكان غريب يقف تانجيرو بيتاكد من الخريطه اللي معاه، واول ما بيشوف بيت قريب منه بيتوجه ناحيته بدون تفكير. وفي ساحه البيت بنشوف هشره الرياح وهشره الماء وهما بيستعدوا للقتال مع بعض، وبمجرد بدايه المعركه بيسيطر الغضب على هشره الرياح على عكس هشره الماء اللي ما بيدوش اي اهتمام. هشره الرياح اللي عروقه هتنفع
الفجر من الغضب بيستخدم مهارة التنفس الأول وبيهجم على زميله هاشر الماء بسرعة جنونية باستخدام زوبعة عاتية من الرياح. ولحسن الحظ هاشر الماء بيتصدى ليها، ولكن الصدمة ان سيفه بيكون على وشك انه يتكسر نصين، ولما تانجيرو بيشوفه ما بيكونش مصدق عينه بسبب سرعتهم، وبيحمد ربنا انه اصلا وصل لمرحلة انه يقدر يشوف فيها تحركاتهم بعينه. وبيستمر هاشر الرياح في الهجوم على هاشر الماء بكل غضبه بسبب تصرفات هاشر الماء المتكبرة في الماضي، وتانجيرو بيكون قلقان جدا من ان هاشر الماء يتصاب بسبب سوء التفاهم اللي حصل بينهم. بس هاشر الماء مش بيسكت على العبط ده كله، وبيستخدم مهارة التنفس من الهيئة الرابعة، وبيكون على وشك انه يكسر رجل هاشر الرياح بسيفه الخشبي، لكن هاشر الرياح بيتفادى مهارة التنفس بكل سهولة وبيقول له انه بطيء جدا، وبيستخدم بعدها مهارة تنفس الرياح من الهيئة الخامسة، وهاشر الماء بيرد عليه بمهارة من الهيئة السابعة. وفي مشهد اسطوري بيتصدم فيه عاصفة الرياح مع الامطار الثاقبة، بيتفاجئ كل من الهشرة الاثنين لان سيوفهم بتتكسر في نفس الوقت، بس هاشر الرياح بيقول له عندنا مفيش اي حاجة اسمها تعادل، وحانت اللحظة اللي ننهي فيها المعركة بقتال بالقبضات حتى الموت. في اللحظة دي تانجيرو بيكون جاب اخره وبيقول له اصبر اصبر يا عم انت، وبيقف بين الاثنين وبيقول لهم استهدوا بالله والعبوا مع بعض قتال ايه وبتاع، انتوا بقيتوا كبار بقى. فهاشر الرياح بيقول له خلاص يلا وابعد بعيد، انت اصلا ممنوع من انك تقرب مني حتى او تتعامل معايا، بل وفوق كل ده بتتجسس عليا وانا بقاتل، شكلك مجرد فاشل ومالكش اي لازمه. تانجيرو بيقول له تعالى معايا بس كده نقعد ناكل شويه رز حلوين من ايديها الجميله دي وما تقلقش، خليك تاكل لحد ما تشبع. هاشر الرياح بكل غضب بيقول له هل انت عبيط ولا انت بتستهزئ بيا؟ تانجيرو بيقول له والله انا ما قصدتش اي حاجه وعاوز اهدي النفوس بس، وبيقول له بالدليل كمان لما كنت بتدرب معاك كنت شامم ريحه حلوه عندك في البيت، وكل يوم كنت لما ادخل البيت بشم الريحه دي، واعتقد ان ده دليل على انك بتحب تاكل الرز الحلو. هاشر الرياح بيقف في صمت وبيعجز عن الرد، ولما هاشر الماء بيقول له انت بتحب الرز الحلو بجد؟ كل ده وهاشر الرياح ماسك نفسه ومش عاوز ينفجر فيهم، بس بتيجي القشايه اللي بتقطم ظهر البعير، وهاشر الرياح بيضرب تانجيرو لكمه بتطيره في السماء وهو ميت من الغضب. وبعد ما تانجيرو بيفوق ومش عارف ايه اللي حصل له، هاشر الماء اللي قاعد جنبه بيقول له ان هاشر الرياح مشي وهو مليان بالغضب. تانجيرو بيساله عن سبب قتالهم مع بعض، هاشر الماء بيقول له انه ما كانش قتال ولا حاجه، التدريب بتاع وانما كانت معركه وجزء من التدريب بتاع الهشره. فبيقول له تانجيرو طب ما تقول من الاول يا جدع اكيد علشان كده السيوف كانت خشبيه، وبيتاسف للهشره لانه اتدخل في المعركه بينهم. وكمان تانجيرو بيعرف انه مش عارف يتكلم مع هاشر الرياح ده ازاي، ولكنه سعيد لانه اكتشف حاجه هو بيحبها. فهاشر الماء بيقول له ان في المره الجايه اللي هيقابله فيها هيديله شنطه كلها رز حلو من اللي هو بيحبه. تانجيرو باحلام الورديه بيقول له بحماس انها فكره جهنميه واكيد هتنجح. بيرد عليه وبيقول له طبعا طبعا بعدها اقدر اتكلم معاه زي البشر الطبيعيين. تانجيرو بيقول له انا كمان هعمل زيك كده لو نجحت. طبعا اكيد كلنا عارفين اللي يحصل لهم هم الاثنين بعد ما يعملوا اللي بيفكروا فيه ده. ومع حلول الليل بنشوف هاشر الرياح وهو ماشي في الطريق وعمال يفكر في تانجيرو، بيقول عليه انه اكيد مجنون او عبيط، ما اصلا مفيش حاجه منطقيه غير الاثنين دول. ومره واحده بيسمع صوت حركه من وراه وبلمح البصر، وبلمح البصر بيكون قبض على الشيء اللي بيتحرك وبيدمره بين ايده، ولما بيسيبه بيتفاجئ انه مش عارف ايه هي دي. الشيء ده بقى يا صديقي هي العين الشيطانيه اللي شفناها في الحلقات اللي فاتت. على الجانب الثاني بنروح لبيت زعيم فايلك صائدي الشياطين، وهناك بنشوف الزعيم اللي على فراش الموت وزوجته قاعده جنبه، وفي شخص بيقرب منه بخطوات بائسه، والزعيم بيتكلم معاه بيقول له اخيرا جد انا كنت مستنيك من زمان، عموما يا عم موزان انا سعيد اني شفتك. موزان بيقول له مش مهم الكلام ده، ولكن شكلك في وضع لا اتمناه لألد اعدائي، ولا اقول لك انا كموزان بأتمناه ليك بصراحه. وشكلها كده تولع بعد لقاء زعيم صائدي الشياطين وبين زعيم الشياطين نفسه. وحابب اعتذر لكم لان بكده صديقي الاوتاكو بتنتهي الحلقه وسط احداث ومعارك حماسيه جدا، وعن نفسي كنت حابب اشوف اللي هيحصل على احر من الجمر، بس يلا كل انزل في التعليقات حالا ويخمن اللي هيحصل المره الجايه. وما تنساش بقى صديقي الاوتاكو لو كنت استمتعت معانا بالحلقه بتاعت النهارده تحط اللايك بتاعك قبل ما تقفل الفيديو، لو كنت حطيته فانت حبيبي، ويلا دمتم في رعايه الله، سلام.